يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة إنه في زول ختم الولاية ده كلام كذب يا جماعة، لأنه ربنا قال الولي هم نزات. ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منو دول يا ربنا؟ هل الولي زول اللي بيلبس لبس معين أخذ لا في لو لا لوبة ألفية في رقبته ماشي حفيان ده هو الولي؟ ولا هل الولي اللي بيقول لك نحن عرب أشراف وإنتوا ما عرب ونحن أحرار وإنتوا ما أحرار، هل ده الولي؟ دي أول حاجة عنصرية جاهلية، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، منها من الأربع من أمر الجاهلية الباطل، قال الفخر بالأحساب، نحن كده وإنتوا ما كده ونحن عرب وإنتوا ما عرب، ده كله باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن كل أمر من أمور جاهلية تحت قدمي، وعمل كراعه كده اتتحد كراعه العنصريات. عشان كده أهل الطرق ديل أصلا بيوجدوا العنصرية، مما يقول لك نحن أشراف ونحن عرب وكذابين، كلهم شت كذابين يا أخي. لو بقيت ودى النبي عليه الصلاة والسلام دغري عديل، إذا ما عندك عمل صالح وإنت عاصي يا الله أو أشركت بالله وكفرت بالله ما بيسوي لك حاجة الكلام ده، إلا بعمل شنو يا جماعة؟ صالح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي فاطمة بنت محمد، دي بنت طوالي، قال لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن بطأ به عمله، يعني عمله وسخان عمله كعب، من بطأ به عمله لم يسرع به شنو يا جماعة؟ نسب. فالآن الصوفية والختمية بالذات وغيره من الطرق ماسكين في إنه إحنا أشراف وما أشراف وكذب ساكت، لأنه ما عندك دليل. أدينا دليل. أقول لك والله شفنا في النوم إنه النبي قال أنتوا أحفادي، أنا شفت في النوم مبارح النبي قال الجماعة دي الكذابين، تقدر تحل هذه؟ لو قلت لي أنت كذاب بقول لك أنت برضه كذاب. ما في دليل لا آية لا حديث تدل إنه والله المرغني ولا فلان ده جد الرسول، كذب الكلام. ما عندك لا آية لا حديث، وكلامنا ده ما بيزعل، لأن احنا ما شتمناك، لا قلنا على أمك، لا قلنا على أبوك، لا قلنا على قبيلتك، ولا ما كده يا جماعة، لكن قلنا ده كذب على المسلمين، دار تاكل باسم الدين. فالولي المؤمن التقي، زول مؤمن وتقي، الإيمان ده مكانه القلب. الإيمان ده مكانه وين؟ ربنا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما التقوى برضه القلب، في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى القلب. فالإيمان والتقوى الاثنين مكاننا القلب، ما في زول بيعرفهم ببرة، والإيمان والتقوى دي العلامة الولي، ما في علامة غيرها، لا لبس مرقع لا لبس أخضر لا طريقة صوفية لا غيرة لا غيرة لا غيرة، ولا في حاجة يسمى ود الولي وليم، ما في، ولا في حاجة يسمى ود الخليفة خليفة، ده كله كذب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بناته وقال لي عمه وعمته وقال لي قبيلته، قال لهم لا تأتوني بأنسابكم يوم يأتيني الناس بشنو يا جماعة؟ بأعمالهم. جيبوا الأعمال، ما تقول إحنا بنبقى للرسول صلى الله عليه وسلم داخلين الجنة وأولياء، لا، قال لهم جيبوا الأعمال الصالحة، ده الكلام. أما كلمة المرغني قال أنا خاتم الولاية، ده كلام كذب، لأنه ده معناته أي زول جاب عديو إنتوا كلكم وأنا معاكم، نحن جت ماشيين النار، لأن الجنة ما بيدخل إلا الولي المتقي. ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو يا جماعة؟ تقية. فما بتدخل الجنة إلا تبقى ولي متقي من المتقين. فزول قال أنا آخر ولي، معناته نحن جايين ذل جت ماشيين النار. والغريبة إنه ما المرغني براه قال الكلام،
أنا بوريك لا حاجات عجيبة كده أمسك لي المعية معليش بس أنا أقدر أفتح عليك الكتب دي ما المرغني وراه وقال أنا آخر ولي شفت كيف؟ التجاني برضو أحمد التجاني قال أنا آخر ولي هذه حلوها كيف؟ ده شيخ طريقة صوفية كبيرة وده شيخ طريقة صوفية كبيرة وهذا حوريك كلام التجاني قالوا آخر ولي أحمد التجاني شيخ التجانية والمرغني شيخ الختمية قال أنا آخر ولي حسن صدقاته الاثنين كذابين يا جماعة لأنه الولاية دي مفتوحة مؤمن تقي أنت لي الله ولي لحد يوم القيامة ممكن تكون مسكين مبذول بعرفك ممكن تكون مفلس فقران ما إلا تكون من جماعة ديل وراكب برادوهات ولاند كروزر والجماعة تمسحوا بغبار العربية والنساوين يبوسوا كرعين الشيخ ده كله كذب والله دي ما عنده أي علاقة بالولاية وبالأسباب دي أكلوا أموال الناس بالباطل وضيعوا عقائد الناس وتوحيدهم ودينهم ضيعوا شت في صفحة 108 قال وقال حفظه الله يمدح جده سيدي محمد عثمان المرغني قال عنه شنو قال أما ترى النور يزهو في جوانبها فيا لأهل الهدى بالحق سلطان ختم الولاية ده بيمدح منه محمد عثمان المرغني قال ما له يا جماعة ختم الولاية والعرفان سيدنا ختم الولاية قال ختم الولاية والعرفان سيدنا السيد السند القدس عثمان المرغني الذي ما زال معتصما بربه وله من شأنه شان إن قلت غوث فما أطنبت في نبأ أو قلت غيث نعمة يحكيه طوفان قال يمم حماه تجد ما أنت طالبه ينصاع بالذكر من جدواه إنسان ولز به ما بي الله ما بي الله بل مرغني ذا قال ولز به ولز به عندما أملت نيل منى وحقق القصد فيه فهو محسان تلز به وقبيل قال لك شنو إن قلت غوث فما أطنبت في نبأ غوث يغيث الناس تخلي الله أصلا ما عندك علاقة بالله ولا تدعو الله ولا تتوكل على غير الله وإذا حصلت لك مصيبة أوعك تستغيث بالله المرغنية بقولوا كده تستغيث بمنو؟ بمحمد عثمان المرغني ده الدين الصفحة كم؟ 108 التجانية مدى التجاني ده كتابه اسمه الفتح الأذان فضل 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 طيب خمسار دي طيب هنا أحمد التجاني ده كمان قال كلام عجيب مرة قال هو آخر ولي ومشى في صفحة تانية قال في صفحة 18-19 هو كلام ده كلام والله الذي لا إله غيره حتى المشركون الأوائل ما قاعد يقولوا كلام زي وده الكتب حقته ودي الفواتير اللي اشتريناها بها موجودة عشان ما يقول لي طبعته انت وما انت دي الفواتير والكتاب اللي قريته قبل حق الختمية ده اسمه النور البراق ده بيقروه قبل كل صلاة في مساجده البنكر الكتاب ده يبقى ما ختمي أصلا ولا صوفي ذاته أي نعم المولد بتاعه النور البراق في مدح النبي المصداق قال رضي الله عنه هو بيرد كمان على واحد أنكر الكلام ده قال قال رضي الله عنه قدماي هاتان كرعين وديل لحمة التجاني قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى النفخ بالصور كرعين وديل قال مركبهم فوق رقبة أي ولي مش الأسى الأولي الأسى من لدن آدم إلى النفخ بالصور لحد يوم القيامة يعني أبو بكر الصديق رقبته تحت كرعين منه يا جماعة أحمد التجاني لأنه ده أعظم ولي في الأمة أعظم صالح بعد الرسل والأنبياء عمر بن الخطاب رقبته أحمد التجاني ده طالع فوق رقبته لأنه أعظم أحمد التجاني من أبو بكر الصديق عند الصوفية وعند التجانية وأعظم من عمر بن الخطاب ومن عثمان بن عفان ومن علي بن أبي طالب ومن باقي العشر المبشرين بالجنة ومن كل الصحابة ومن السيدة عائشة قدماي هذا الكلام صفحة كم؟ 18 السطر الأخير 19 السطر الأول وأنت ماشي لتعد قال وإن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء لا تقول لي أبو بكر الصديق لا عمر بن الخطاب لا عثمان لا علي رضي الله عن الجميع ده كلامهم هم مش كلامهم
مقامنا قال عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه من كبر شأنه ولا من صغر. إن جميع الأولياء من عصر الصحابة. شفت أكد لك ولا ما أكد؟ أبو بكر ذاتهم قال نحن مفجرين ومتعد. من عصر الصحابة إلى النفخ بالصور ليس فيهم من يصل إلى مقامنا. هاي كلام ده كيف؟ تقول لي الشيعة؟ ده أخطر من الشيعة ذاته، لأنه ده بيدخل لك بباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيعة بيصير البغض للرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس ما بيبقوا شيعة إلا زول بليد مجنون. لكن الصوفية خامين أغلب الناس، لأنه بيغش الناس بحب الرسول وحب الصحابة، وهم أبعد الناس من دين النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. كلام واضح ودي كتبه. وأي زول يقول نبستوهم وشتمتوهم والله كذاب. نحن قرينا شنو يا جماعة؟ كلامهم الكتبوا. فلو في زول شتم هم شتموا نفسهم، لأنه ده كلام وما كلام. نحن لسه ما قلنا كلام، نحن بنقرأ بس. طيب طيب، وقال قال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، الرسول قال يعني صلى الله عليه وسلم، أنت من الآمنين. قال لي أحمد تجاني الصوف كده أنت شنو؟ والكلام ده ذاته قالوا هنا بالرسمية، يعني الاثنين بيشوفوا من بعض، ده يشوف ده كفر كده يكفر زيه طواني نفس الكلام. قال قال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، أنت من الآمنين. أها آمنين يعني من أهل الجنة يعني. طيب، وكل من أحبك من الآمنين. أها أنت حبيبي. أها وكل من أحبك حبيبي. أها وفقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي وأصحابك أصحابي. الدراويش بتاعنا الطريقة الختمية ديل صحابة رسول الله. عشان كده لما نكتب عن أحمد التجاني وعن حيرانه بيقولوا قال فلان رضي الله عنه، وهنا برضه الختمية محمد عثمان المرغني رضي الله عنه. لا تطوروا أكثر من كده. قالوا الله عديل. هسه بيجي بس اصبر شوية شوية، نازل ماشيين ماشيين ماشيين، إبليس ذاته أظنه خلوه ورا بالكلام. طيب قال وكل من أخذوا وردك وكل من أخذوا وردك فهو محرر من النار. أي زول شال الورد بتاع تجانية ده شنو يا جماعة؟ ما بخش النار. وقوله الواحد من صلاة الفاتح لما أغلق تعدل 6000 ختمة من القرآن. يعني صلاة الفاتح أفضل من كلام الله بكم مرة يا جماعة؟ أفضل من المصحف، أفضل من القرآن الكريم 6000 مرة. بعد ذلك قام اتذكر إنه عبد القادر الجيلاني، وده ظل كويس فيما يروى عنه، لكن القادرية تابعوه ده المرمدين. القادرية بيقولوا عبد القادر الجيلاني قال نفس كلام أحمد التجاني، قال إنه كراعيدي فوق رغبة كل ولي. قام بعد ما ديل قالوا أحمد التجاني قال إنه كراعه قدمين والاثنين فوق رغبة كل ولي حتى فوق رغبة الصحابة ذاته، قام يذكروا كلام القادرية. هذا رحل الإشكال ده، يعني خلاص الوقت شنو؟ يعني بيدفع التعارض قال في النصوص، ودي ما النصوص ده كله كلام فارغ صح؟ قام قال شنو؟ قال وقال وجعل الشيخ أحمد زروق سبب استحقاق مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قوله قدمي على رقبة كل ولي لله تعالى، بعد أن ذكر بأنها مخصصة بأهل زمنه كثرت عبادته وعلمه مع نسبه الشريف. قالوا أما كلام القادرية ذاك ما في تعارض مع كلام أحمد التجاني. التجاني قال كرعيني فوق رقبة كل ولي حتى الصحابة ذاته. قالوا أما كلام القادرية ذاك مخصص بأهل زمان، يعني بيعفص أهل زمانه بس، أما التجاني بيعفص حتى الصحابة. شوف اللعب والدجل والكلام الباطل اللي استعبدوه بالناس. عشان كده تلقى الناس واحد عنده حواشة بيديها للشيخ، الله قال لك بيوديك الجنة. عرفت كلامي؟ الواحد عنده بهايم يودي نصها ولا ثلاث ارباع الشيخ، عنده محصول الشيخ، اولاده جعانين يودي الشيخ. ليه؟ لانه غشهم بالدين الباطل اللي ما عنده اي علاقه بدين ربنا ولا بالكتاب القران الكريم والذي لا رب سواه، ولا عنده علاقه مع منهج الرسول عليه الصلاه والسلام. عرفت كلامي؟ وفي ناس بتدجعوا، واحد عامل فيها بناقش وبناظر، والله الذي لا اله غيره. أجهجها بالكتب دي جهجها. هنا في كلام ما بيتقري عديد،
كرامات حق الصوفية من الصرة للركبة في الكتاب ده. هو ده أعظم كتاب للطرق الصوفية في العالم كله، كل الطرق جوا هنا بيؤمنوا بالكتاب ده، اسمه الطبقات الكبرى للشعراني. والكتاب ده مدح البرعي، مدح سيد الكتاب في قصيدة مصر المؤمنة، قالوا سيد الشعراني الناشر لعلم الله. أهو ده قال علم الله، كلام ما يقال ولا صوفي يقدر يقرأ، يعتبروا كرامات من السر للربة. ولو ما احترام للناس الوجوه النيرة دي نحسبها، والله كنت قريت كتاب الطبقات الكبرى لشعراني، تجانية، سمانية، ختمية، قادرية، كزنزانية، برهانية، كله بيؤمنوا بالكتاب. كتاب عظيم، كتاب خطير جدا جدا، يباع في الدار السودانية للكتب، صفحات فيها كلام أعفن من أي كلام. صفحة 107 من الجزء 2، صفحة 135 من الجزء 2، 168 جزء 1، 142 جزء 2، 149 150 جزء 2، 161 جزء 2، 184 جزء 2 ولسه. طيب هنا برضو بتاع الختمية قال نفس الكلام، كلام ذاته عجيب جدا جدا، اللي هو في الصفحة في كتاب النور البراق، الصفحة رقم 119 و120 و121 برضه بيغلو في شيخه غلو شديد جدا. كلام حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرضوا يقولوا له، وهو سيد البشر وسيد الرسل وسيد الخلق. الصفحة 119 وانت ماشي، قال شنو؟ وقال العارف بالله تعالى سيدي السيد عثمان تاج السر، دولة تاج السر يتكلم عنه يسر، مادحا عمه سيدي ومولاي السيد محمد الحسن المغني رضي الله عنهما، صحابة قالوا جماعة دي. طيب قال يا رب بالحسن الهمام الغالي هون علينا شدة الأهوال، يستغيث بيتوسل بالحسن وده باطل. طيب قال بل أنت، بيتكلم عن الحسن ده ذاته، بل أنت سلطان الرجال وغوثهم، يستغيث به هو وغوثهم في حضرة القدس المنيع العالي، لأنه الصوفية عندهم حضرتين، وده أنا لقيت عند طريقتين، عند التجانية وعند الختمية، في حضرة اسمها إلهية ربنا ذاته بيقابله، موجودنا في كتب في الكتاب ده، كتاب فيوض البحور المتلاطمة لمحمد عثمان المرغني الكبير. وفي حضرة تانية الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته بيجيه، وموجود الحضرتين ديل انه بيقابله الله عديل عند التجانية برضه، حضرة إلهية بيسموها. وقالوا الحضرة الإلهية دي بيحضر القطب، القطب ده شنو؟ جواهر المعاني بتاع أحمد تجاني، في مناقب أحمد تجاني بتاع التجانية، قالوا القطب ده تعريفه بيكون قاعد بين الله وبين الناس والوطن، في النص قاعد بين السماء والأرض، ما بينزل خير إلا القطب ده شنو؟ يختم عليه ويوقع عليه، ولا ينزل شر إلا القطب ده شنو يا جماعة؟ يوقع عليه، قاعد بين قال بين السماء وبين الأرض، سيما درجة القطبانية قالوا دي من أعلى الدرجات، وده كله يا جماعة كفر بالله. ربنا سبحانه وتعالى ما عنده معين يا أخي، ولا عنده زول ظهير، ولا عنده أحد شريك لله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن الكريم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال بل أنت سلطان الرجال وغوثهم في حضرة القدس المنيع العالي، حاشا وكلا. أول حاجة ما زول بغيثك، زول يغيثك فيما لا يقدر عليه إلا الله، ده إلا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ده ربنا سبحانه وتعالى. طيب قال بل أن قال حاشا وكلا من يقول بميت، يعني هو ما مات، لكن قال ما تقول ميت، حاشا وكلا من يقول بميت حي مع المختار في إجلالي، مع الرسول قال قاعد في إجلالي. قال ويجيب من ناداه عند مآرب، عندك مصائب، عندك بلاوي، عندك أمور مهمة تناديه، تخلي الله تناديه. الزول ده اللي هو الـ محمد الحسن المرغني تناديه من دون الله. ويجيب من ناداه عند مآرب في أسرع الأوقات باستعجال، عشان كده وعد عيام من أهلنا نحن خلاص
فمشي بمر الطوال يرقد يقوم يرقد يقوم من مستشفى لمستشفى. واحد قال لي اخ لو دعيت الله الله بيشفيك. ربنا قال واذا مرضت فهو يشفين، الله اللي بيشفي غيره ما بده بيشفيك. قال لكن ربنا بيطول يا اخي. فدال قال لك زولنا ما بيطول، وده كفر، الكلام ده كفر، ربنا ما يطول. ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال قد استجب ولا قال سوف استجب، ربنا قال ادعوني استجب طوالي. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي. 200 اذا دعان، اذا مجرد ما دعيت الله بيستجيب لك. لكن المساله دائرة عقيده، ديل دار يحول عقيدتك ودينك واسلامك وايمانك من عقيده في الله لعقيده في المراغي. يمدح في عمه، يمدح في خالته، يمدح في عمته، يمدح في حبوبته، يمدح في اولاده، داك ولي وده بيغيس الملوف، كلهم كذابين. ربنا سبحانه وتعالى قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ربنا براه وعده الذي يغيث الملهوف الذي يجيب المضطر. ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، لا مرغني لا ولده لا محمد الحسن المرغني لا نبويه لا نفيسه لا غيره. ربنا براه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الصفحه البعديه قال شنو؟ تكلم عن اللي هو محمد الحسن المرغني. قال قطب جليل، قطب لدرجه القطبانيه اللي قلناها قبل، الزول القاعد بين الله وبين الناس، قطب جليل من سلاله هاشم كذاب اهل الصفا والسر والاجلال. ما صحيح، من قد تطأطأت الملوك لأمره، ما شفنا ملك تطأطأ لأمره إلا زول كون دلوك ساكن. والأسد في الغابات عند مقالي، لزان طيب قرب الميكروفون. من قد تطأطأت الملوك لأمره، قرب ده. والأسد في الغابات عند مقالي أضحت رقاب الخلق خاضعة له. الرقاب بتاعتكم كلكم خادعة، خاضعة للزول ده، ما عارف زول مسلم يا أخي. ربنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. زول مؤمن يكون ذليل لشيخ عنده عينين ونخر فيها قدتين وبيبول وبيمشي الحمام وبيمرض وميتين ذاته كلهم، كلهم الألا في الكتب ده الميتين يا أخي. لو عندهم مروة ويقدر يغلب الله زي ما بيقولوا ماسكين الكون ما كان مات. جماعة دل قالوا الكرسي بتاع ربنا ذاته المراغنا قالوا ماسكينه كده. اقرا لك، اقرا لك ذاته خليك في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، اسم الكتاب شرح الراتب المسمى بالانوار المتراكمة. شفت كيف؟ الجماعة دل قالوا الكون ده ماسكينه تب من الصفحة 109 او 114 115. عليك الله اسمع الكلام ده. الكتاب ده بيبيعوه في المركز العام بتاع الختمية في الخرطوم اللي هو واقع في الخرطوم بحري حلة خوجلي جنب الوابورات. الباب اللي بيفتح شرق على القبلة باب الحوش فارشينه في الواطا، والباب اللي بيفتح جنوب عامل له مكتبة مبنية فيها الكتاب ده حقهم وبيبيعوهم لحد الليل. قالوا شوفي صفحة 114، وأنا استغرب واحد يدافع عاقل عنده مخ في راسه يدافع عن الناس زي ديل. تقول لي الله شنو لما تمشي؟ ما بتخاف الله؟ طيب قال عليكم الله، اسمعوا الكلام ده يا جماعة. قال يا معشر الخلق من جن ومن بشر هل تنكروا فضلنا، نحن الختمية يعني المراغنة، هل تنكروا فضلنا أم تجحدوا قدرنا؟ طيب ها، نحن الملوك. ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، نازل بيزكوا نفسه. قال نحن الملوك وكل الملك أجمعه أها أعلاه أسفله في طي قبضتنا. شمش القمر الكواكب كوكب المريخ زحل عطارد السماوات السبعة الملائكة الجن الشياطين البشر الرسل الأنبياء الصحابة الصالحين الأولياء. قال لك نحن الملوك وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا. كل الحاجات دي ماسكنها شنو؟ ماسك المراغنة دي ماسكنها.
في يدهم. هو ده الكلام صفحة 114 وانت ماشي ل 115. قال ما الفخر إلا، ما في فخر، نحن بس نفتخر، مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا لا قالوا ديل الفخر حقهم بس ولا الرسول ذاته. بعد تجي يقول لك نحن نمدح النبي، كذب كذب، ما قاعد تمدح الرسول، قاعد تمدح الزول ده. وانا جماعة ديل عرفت كلامي؟ قال ما الفخر إلا لنا، ما العز إلا بنا. أها، من عالم الذر الذري مولى الخلق قدمنا. الله اللي ادانا الحاجات دي. أها، تقديما يشهد الله العليم به، فالخير كله بنا، الخير والنعم كلها بالختمية. وربنا قال وما بكم من نعمة، هل من الختمية؟ ربنا قال فمن الله. وربنا قال وإن تعدوا نعمة، منو يا جماعة؟ الصوفية الختمية؟ لا، ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أها، قال لم يخلق الله، فالخير كله بنا والأمر مثالنا. وربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا لا لا لا، الآية دي كذب، الأمر أمر الختمية ما أمر الله. أها، قال حتى القرآن ده الله ما نزل لكم يا جماعة أبدا، الله نزلوا للختمية فقط. صفحة 114 قال نحن الذي أنزل الله الكتاب لنا، لنا براهم، ما يجوز لك تقرأ القرآن يا مسلم إلا الختمية بس. نحن الذي أنزل الله الكتاب لنا مفصلا كله في ضمن مدحتنا. وكمان نزل أثناء كان بشنو؟ بدق النوبة، والنوبة دي حقة النصارى أصلا، جاءت في الزبور المحرف وليس الزبور الذي أنزله الله، كتبوا ناس من راسهم في المزمور رقم 150. والمزمور ده عندهم زي الجزء عندكم في القرآن، لكن ده باطل والقرآن حق كلام الله. قال هللويا سبحوا الله في قدسه، سبحوا الله على كثرة عظمته، ده في الكتاب بتاعهم بتاع النصارى واليهود. سبحوا الله بأوتار وعود، شوف ده بيشبه عبادة منو، سبحوا الله بدف ورقص، ده عبادة منو؟ عبادة الصوفية ذاتها، يا هي عبادة اليهود. سبحوا الله برباب وأوتار وعود، سبحوا الله في كل وقته على كثرة عظمته هللويا. ده المزمور رقم 150، ده دين النصارى ودين اليهود الشايلين النازل. قال أثناء ما بيمدحوا بالنوبة الله الوقت ذاك نزل لهم القرآن لأنه حقهم براهم. أها، ما أنزل الله من وحي على بشر، لا آدم أول نبي ربنا أوحى له، ولا نوح أول رسول ربنا أوحى لهم عليهم الصلاة والسلام، ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا الأنبياء ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله من وحي على بشر إلا ويخبره عن حين بعثتنا. أنتوا رأيكم شنو الكلام ده؟ ربنا لمن أوحى لآدم عليه السلام قال له في ختمية بيجوا، ختمية بيجوا بالسودان ورى الكلام ده، ده هم قالوا كده الختمية الصوفية. رسل نوح قالوا ربنا قال لنوح برضو، أي نبي أو رسول ربنا أوحى له الوحي جبريل قال له كلمهم قول لهم في ختمية جوا عملوا حسابكم. شوف الكلام ده كلام باطل كيف. قال ما أنزل الله من وحي على بشر إلا ويخبره عن حين بعثتنا. أها، قال العرش، وأنا جاي لك كلام اللي قلت لكم قبيل، قال العرش، العرش بتاع ربنا، ربنا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ده عرش ربك، عرش ربنا، عرش الله عز سبحانه وتعالى، ده قال العرش والفرش والأملاك والبشر والقبل والبعد في أرياف رأفتنا. العرش بتاع ربنا والفرش والأملاك كلها دي كلها قال في أرياف رأفتنا، يعني هي ملك لمن يا جماعة ماسكنا الختمية والمرغنية. قال نحن الذي سجد الأملاك أجمعهم لنا فنالوا منا التبجيل والمننة، حتى الأنبياء والرسل كلهم سجدوا للختمية، يعني قال أجمعهم، أكد الكلام أجمعهم ما استثنى ولا واحد، وأكدوا كمان قال أجمعهم، وقال سجد الأملاك كلها سجدت للختمية.
قال نحن الذي رحمة للعالمين كما قد جاء في محكم التنزيل ينبئنا. وده ما دل ألقى في التنزيل في القرآن ده الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده قال لا 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 قال ده نحن الختمية كما جاء قال في محكم التنزيل ينبئنا. القرآن يورينا قال إن الختمية نحن الذي رحمة للعالمين. قال والأنبياء وجميع الرسل قاطبة من رشح نور بدا من ذات والدنا. الأنبياء قال وجميع الرسل قاطبة حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ديل طلعوا مش من نور من رشح نور جزء من نور من والد الختمية الكبير. الرسل والأنبياء جزء من رشح نور من والد الختمية الكبير. كلام ده مهما جاء ختمي ولا صوفي انتوا ناس كويسين لكن مهما زول جاء حاول يلف ويدور ما قدر يلف ويدور على الكلام ده. ده كلام كفر يا ناس. ما في أحد من العالمين فيما نعلم قالوا زي ده كده صراحة إلا الصوفية والطرق الصوفية ده. ده تعدي على ربنا تعدي على القرآن. قالوا ما نزل إلا لهم بس وحدوا الرسل قالوا تشت الرسل الأنبياء ديل خرجوا من جزء من نور من الختم الكبير المرغني. طيب قال وجدنا المصطفى المختار من مضر كذاب ما جده وأمنا الزهراء الغراء وجدتنا. قال وجود آدم ما كان منشأه جمال يوسف يوسف عليه السلام من أنوار بهجتنا. وجود آدم وجمال يوسف المنشأ بتاع آدم وجمال يوسف عليهما الصلاة والسلام ده كل من أنوار بهجة الختمية. طيب ونوح طوفانه لولا تداركنا ما الله الختمية اللي تدارك الطوفان بتاع نوح لولا تداركنا لأدرك الخلق إجمالا وحرمتنا. حلف بحرمة وده شرك ذاته ده مشرك. كيف يكون الأنبياء والرسل ونوح وآدم ويوسف كلهم طالعين منه وبسبب نوره وهو اللي الخمد الطوفان بتاع نوح. ده كله كلام كفر وكلام باطل من أبطل الباطل ومن أكفر الكفر يا جماعة. طيب قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قوموا ألقوا في النار ربنا سبحانه وتعالى الله جل جلاله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا للختمية قالوا عندهم رأي تاني غير كلام القرآن ده واحد تاني. قالوا النار دي طفت من سر تفلتنا. المرغنية تفو في نار إبراهيم تف طفوها ما الله طفاها مع إنه ربنا سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فده تكذيب لكلام الله تكذيب للقرآن وده في حد ذاته كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب كل الكلام ده كذب. طيب قال أيوب لما دعانا عند بلوته نبي الله أيوب لما مرض دعا الله يا جماعة أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قالوا لا لا ده ما حصل. قالوا أيوب دعا المرغني هو المرغنية الختمية ما دعا الله. قال أيوب هو ده اسمع لما دعانا ما دعمنا يا جماعة ما دعا الله دعا الختمية. أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. ما لأيوب ما عشان أيوب ولا عشان نبي عشان الختمية والمرغنية. طيب قال نحن المراغنة الأخيار من قدمي يعني قاعد يتكلم عن نفسهم. نحن المراغنة الأخيار من قدمي الختم منا غوث الكون خادمنا. نحن الأغرة عند الله ما طلعت شمس على الأكوان إلا من إضاءتنا. شمش دي أصلاً ما شمش دي عاكس زي مرايا كده عاكسة من نور المرغني. شمش دي إلا من إضاءتنا قال شفت كيف. نحن الذي لم يحط علما برفعتنا إلا الذي بجمال القرب توجنا فما ولي
ولا فرد ولا بدل إلا نالوا نوال الوصل من يدنا. شفت الشغل ده كيف؟ الكفر والفسق والعصيان أجمعه في بغضنا. تكره الختمية أنت كافر، أهاني إحنا برضو تكفيرين يا جماعة، ديل هم ناس التكفير والهجرة، ديل هم ذاته. كرهت الختمية أنت كافر وفاسق وعاصي، والله أنا بكرههم للنهاية. ناس يقولوا يا أخي إنهم آلهة مع الله، نحبهم؟ ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو أبوك بيقول كلام زي ده واجب عليك تكره من جوا قلبك، أما المعاملة الدنيوية الحسنة دي ما في مشكلة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن لابد تكره لأنه ده دين كفر وإلحاد وباطل. قال الكفر والفسق والعصيان أجمعوا في بغضنا، والرضا والعز في حبنا. تكون عزيز وراضي وغنيان تحب الختمية. قال مريدنا لا تخف أمرا تحاذره، بعد ذلك بقيك درويش له. مريدنا لا تخف أمرا تحاذره، فأبشر بقصدك إذا ما كنت ترغبنا. أي قصد في نفسك، دار تطير، دار ترك، دار تجي قروش، داير بس أنت شنو؟ أنت ترغب النازل. أنعم طيبا حيثما أحببتنا، رغبا لله تأنس بنا في دار همتنا. بشراه فالنار مأواه ومقعده، بئس المصير وبئس العبد مبغضنا. زول بكرهنا بيمشي النار طوالي، بكرههم قال بيمشي النار. شفت كيف؟ أيوة أنا مالي ماله. ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن شنو؟ المنكر. الناس الآن يقول لك يتكلم عن الزنا لأنه منكر، مش كده؟ وتبرج البنات لأنه منكر، وشرب الخمر لأنه منكر، صح دي منكر، لكن زول قال هو الله أكبر ياتا، أكبر شرب الخمر والزنا وتبرج البنات، ولا أكبر كلام الختمية ده يا جماعة؟ ده أكبر، وده ما في كفر قدره أبداً. وربنا قال لابد تكشف عن حال المجرمين. ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد من إيضاح سبيل شنو يا جماعة؟ المجرمين. الله قال كده سبحانه وتعالى. أنا أفتح فرصة للأسئلة، لو في سؤال إذا علمنا نجاوب وإذا لم نعلم. بقول أيام مرضى النبي صلى الله عليه وسلم، هل في صحاب أبا بكر ولا غيره صلوا النبي إمام؟ بس نعم. بس دي. قال أيام مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، هل في صحابي صلب النبي عليه الصلاة والسلام إمام؟ في عبد الرحمن بن عوف أول حاجة، وده ما كان في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين قوم أو بين قومين صلح، وتأخر عندهم فأقاموا الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وصلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية في مرض الموت، أبو بكر قال مروا أبا بكر فليصلي بالرجال أو بالناس، فأبو بكر الصديق بدأ صلى فوجد النبي عليه الصلاة والسلام نشافا في جسده، فخرج وأما الناس وأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتم الناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى إمام. ودي المرة الوحيدة اللي حصل فيها تبليغ في الصلاة، دي المرة الوحيدة اللي حصل فيها تبليغ في الصلاة. أبو بكر الصديق بقى يسمع الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صوته كان في التكبير وفي الرفع وفي الركوع كان خافض، لأنه كان مريض صلى الله عليه وسلم في مرض الموت. عشان كده العلماء قالوا التبليغ في الصلاة ما يجوز إلا إذا كان صوت الإمام الناس شنو؟ ما سامعينه، لأنه ما كانوا الصحابة بيبلغوا إلا لما النبي عليه الصلاة والسلام مرض وصوته بقى ضعيف وكان مرض الموت، أبو بكر الصديق سمع الناس وبلغ الناس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال في ناس بيقولوا إنه الكلام ده أنتم ما بتفهموه، في ناس قال بيقول إنه الكلام ده إحنا ما فاهمينه، اللي يجي يشرحوا لنا
والكلام ده عربي ولا ما عربي؟ ولو كان هم بيقولوا كلام ما بتفهم معناته هم قاصرين وما يصلح يكونوا ناس يعني عاملين في أفصح الناس والغران نزل لهم هم براهم. كلام ده واضح واضح جدا، وهذه كلام أوضح كمان، أوضح من الواضح ذاته. في الصفحة 124-125 من كتاب النور البراق لمحمد عثمان المرغني، قال المكي، قال يعني من مكة، وده شرك بيشركوا لك بيه، يقول لك أنا من مكة وجدي الرسول وحببتي فاطمة الزهرة وكذا عشان يغشك بس. يا أخي قول قول فرضنا صح، كلامك ده كلام كفر، والكلام ده أكفر من كلام أبو لهب وأبو جهل الكاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يغشك سيدنا مكي وتعال بوسينا وبوس كراعي بوس بتاع عشان ما تجيبش اللي هو دجة وطوال. 124 قال أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. يا ما بيزول بيشكر نفسه كده، مشى قدام قال السند السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. ملائكة ذاتهم قال سجدوا لي أنا، ملائكة ذاتهم قال سجدوا لي هو. ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي. كذاب، ملائكة ما بيعصوا ربنا يسجد لك أنت، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وربنا هنا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله قال السجود له براو، يقول الملائكة بيسجدوا لي أنا؟ ولا الملائكة ما يعصوا ربنا؟ طيب قال فكنت عين وجود القدس في أزلي يسبح الكون تسبيحا لإجلال. هذا لو ده لو شرح كون كله قال بيسبح لهم المراغنة. قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي، إلى أن قال أنا الجليس على العرش المحيط به. قال الجليس على العرش هو المرغني، أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وده كله كفر، ده ادعاء للألوهية وادعاء للربوبية، ويدعي أنه إله مع الله سبحانه وتعالى، وما بزول يعلم الغيب. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالكلام ده كلام واضح ما بيحتاج له شرح. يا حسن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك، يعني قال الزول اللي بيلبس حجاب ده مشرك. حجاب اللي بيلبسه ده ليه مشرك ذاته؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ العلماء قالوا لأنه اللي بيلبس الحجاب ده والتميمة دي بيلبسه إما لجلب نفع، تلقى الفكي أو شيخ الطريقة يكتب له الحجاب، يقول له الحجاب ده بجيب لك الرزق. ده جلب شنو يا جماعة؟ هو معتقد إنه الحجاب ده بيجلب له الرزق، يعني بيجلب له النفع، أو بيساعدك في العرس، أو بيساعدك يسهل لك أمورك، ده كله جلب نفع، أو يلبسه لدفع ضر. أيوه، أو لدفع ضر اللي هو ينفعك من العين زي ما قال عمنا وشيخنا، أو يعتقد إنه حجاب من السلاح الناري أو السكين أو من العقرب أو 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 إلى آخره. وربنا سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. ربنا قال النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فالبلبس الحجاب إما لجلب نفع أو لدفع ضر، كده كأنه اتخذ أو هو اتخذ إله آخر مع الله سبحانه وتعالى، إله بالباطل، عشان كده كان مشرك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيعلق حجاب مشرك. يا أخي علق قلبك بالله، أنت مالك ومال الحجاب؟ بعدين الحجاب ده أنت حارس ولا هو حارسك؟ ده سؤال أي زول يسأله لنفسه، أنت حارسه ولا هو الحافظك؟ لا شك إنك أنت شنو؟ حارسه بأسباب، اللي هو شنو؟ مجلد وبيجلد، ما كان تخلي بدون جلد، يقول لك عشان ما يقع، معناته أنت شنو؟ أنت قاعد تكون سبب في حراسته. لأنه جماعة اللي هم أهل مكة لما كفروا بأمر الله وعشروا خلافه وبقى يعبدوا الصالحين وشيوخهم يعملوا لهم أصنام شكل صور
عبادة ويعبدون من دون الله. ربنا ابتلاهم بالجوع، بشدة الجوع الجسم ذاته تغير، الواحد لون جلده تغير وشكل جلده تغير، فبقى كأنه لباس لابسه فوق جلده، يعني من الجوع الشديد غير الجلود وغير الألوان والشكل ذاته متغير. ربنا سماه لباس الجوع، ما كان لباس كده مخيط يعني، لكن الجلد ذاته من شدة الجوع تغير والشكل تغير، فأذاقها الله لباس الجوع. ربنا قال والخوف، الخوف دي ما كان شنو يا جماعة؟ كانت آمنة مطمئنة. بعد ما كانت آمنة مطمئنة بقوا خايفين، السبب شنو؟ ربنا قال فكفرت بأنعم الله، وفي نهاية الآية قال بما كانوا يصنعون. السبب هم، ربنا ما ظلمهم يا جماعة، وما ربك بظلام للعبيد، ربنا ما ظلمهم، لكن لأنهم كفروا بأنعم الله. وأعظم كفر النعمة إنك تتخذ مع الله إله آخر يا جماعة، ده أعظم حاجة. ما تقول لي زنا، شرب خمر، دي كلها جرائم من الكبائر العظيمة، لكن أعظم منها على الإطلاق الشرك بالله، وما في جريمة أعظم منه. وأعظم ناس الليلة في بلدنا دي السودان ده وكثير من الدول الأخرى بيأصلوا للشرك بالله هو الدين بتاع الصوفية ده. وأنا قريت لك كلام، وفي كلام لسه خطير جدا، لكن المقام ما دارنا نجر الناس ساعات طوال. والله الكتب دي فيها كلام، حتى الكفار الأوائل ما قالوا كلام زي ده أبدا، ولا حصلوا كفر زي ده، وإن كان أولئك كفار لكن ما حصلوا قدر ده إطلاقا. فالناس اللي تابعت الصوفية دي ربنا والله يشيل منكم النعم دي. نحن أول مرة نجي هنا ودخلنا جناين والتمر مدفق في الواطن، تعفصوا العربات تأكلوا البهائم، دي نعمة ولا ما نعمة؟ دي نعمة، لكن كثير من الناس ما حسن بها لأنه هم فيها. اليوم ربنا ينزع منكم بتعرفوا كان في نعمة فعلا تذوق طعم النعمة. فعشان ربنا يحافظ لك على النعمة دي وربنا يحفظكم ويزيدكم، لابد الزول يوحد ربنا يا جماعة ويبعد من الشرك ودين المشركين والطرد الصوفية اللي بتدعو للإشراك. وكلام ده بنقوله في أي حتة، يعني ما تقول إحنا بنقوله هنا وما بنقوله هناك، أي مكان قاعدين نقول نفس كلامنا ده، في التلفزيون جابونا بنقوله، عرفت كلامي؟ في جريدة قلناه، في التلفزيون قلناه، في الأسواق، في الخرطوم، في أي محل، في أي محل قاعدين نقول نفس الكلام ده. ليه؟ لأنه ده كلام الرسل. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه الله بعثهم ورسلهم الرسل كلهم؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام عشان حاجتين. ربنا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيا أهل نوري والقرى المجاورة وأهل السودان ويا جميع المسلمين والمؤمنين، ما تبدلوا نعمة الله كفرا، أشكروا الله على النعم اللي أنتم فيها، تمر وجناين مانجا وغيره، نعم والله نعم لا حصر لها ولا عدد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ما يجيكم زول محتال كذاب يقول لك لا يجوز تدعو غير الله وتبقى معانا ختمي. ليه؟ لأنه الأعمى، حديث الأعمى، جاء دعا الرسول وخلى الله، كذاب. الأعمى جاء من بيته، لو كان ده يدعو غير الله كان دعا غير الله في البيت، ما كان جاء للرسول لحد حتة واحد. اثنين، جاء للرسول عليه الصلاة، أنا عارف الأدلة اللي بيستدلوا بها والأدلة في جهة وفهم النازل في اتجاه ثاني. اثنين، الأعمى جاء قال يا رسول الله ادعو الله لي، وين دعا غير الله هنا؟ ما دعا غير الله، قال ادعو الله لي، ادعو الله، الله الله لي، ما دعا غير الله زي ما الختم والمرغني قال لك ناديني أنا وخلي الله. وحيجينا في الكتاب ده قال وإن كنت في هم وغم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي، مريدي لا تخف من أمر تخافه، إذا قلت يا حسن أتيت بسرعتي وأنجيك من شر الأمور وبلوتي. ده ذات الكفر والشرك اللي بيبدل النعمة يا جماعة، عرفتها؟ فالأعمى ما دعا غير الله الله يهديك، ولا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام وخلى الله، بل جاء من البيت قال يا رسول الله أدعو لي الله، أدعو لي منو؟ الله، عشان يرجع لي بصري أنا عميان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن شئت دعيت لك الله، ولو داير تصبر خير لك، قال لي أدعو لي الله. يبقى الرسول وعده قال لي لو شئت أدعو لك الله بدعو لك الله. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يخلف الميعاد يا جماعة؟ يخلف الميعاد؟
ما يخلف، معناته دعا لله، ومعناته الحديث كله في إنه الأعمى توسل إلى الله بدعاء الرسول لله، ما دعا غير الله. فما بظل يغشك بالحديثة ويقول لك لا ديل دعوا غير الله، البدعوا غير الله ديل كفار. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله قال كده وسمى شرك. ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشنو؟ شرككم ولا ينبئك مثل خبير. وربنا سماك لو دعيت غير الله معناته عبدت غير الله عديل. ويوم القيامة ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. دعيت غير الله عبدت غيره، وده الدين اللي بيأصله له الصوفية، وده أكبر جريمة، أكبر جريمة إنك تعتقد العقائد بتاعت الختمية وبتاعت الصوفية دي. وأي زول، أنتوا ناس طيبين لكن لو في زول داري ناظرنا في الكلام ده يناقشنا هنا في أي مكان في الكرة الأرضية، عرفته؟ نحن جاهزين، جاهزين تب، عرفته؟ ولو داير إيجار القاعة بتاعت المناظرة ذاتها علينا نحن، بس كيف يجي؟ كيف يجي؟ عشان ما نطلع بجاي يجي داخل بجاي، لا نحن قاعدين تب. تعال هو ده الكلام وهو ده الكتب، وفي ثلاثة شنط حديد كبيرة جدا قاعدة في العربية برا كلها كفر، زي الكفر ده كلها طرق. يا أخي ده ما دين محمد يا أخي صلى الله عليه وسلم. هل الرسول قال أبو صوفية؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو ختمية؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو تجانية؟ لا. هل أبو بكر عمر عثمان علي الصحابة كانوا صوفية؟ لا. فضل يا عمنا زي اللي عندك سؤال. والسلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة ما قلنا في زولنا مشرك، بل أنا كررت كم مرة الحمد لله معلي سمعت كلامك. طيب سمعت كلامك يا عمنا ويا خالنا وجزاك الله خير، خلينا أجاوب لك جواب طيب بكل أدب واحترام. ما في زول فينا قال هنا في زول شنو يا جماعة مشرك، بل قلنا أنتوا ناس خيرين قلنا، لكن لو زول جا من برا قلنا ولا ما قلنا؟ قلنا الكلام ده الحمد لله كلام واضح، وما في زول داري يعمل فتنة. الفتنة شرك، الفتنة هي الشرك. ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد بن حنبل الفتنة في هذه الآية هي الشرك بالله، فالشرك ودعاء غير الله عز وجل ده شرك. دي عقائد عن عمنا، دي عقائد. عليكم السلام. بارك الله يا أخي. طبعا نحن لقينا نحن موافقين أي مناظرة هنا، لأنه في ناس حيجي يقلبوا تاني يتكلموا هنا ده، نحن قاعدين نسمح لك هنا. الكلام ده ما فيه كلام. نعم. كلامك كلام سمح جدا. لكن نحن مانعين أي مناظرة داخل المسجد ده، أو أي مجادلة داخل المسجد ده. فيبقى الشغل ده يبقى ليه حيجيبوا شنو فركش شوية. حبوا على كده تختم المناظرة دي. خير. والزول عنده مناظرة ما فيه خير. خير. طيب طيب أنا أختم. نعم أنا أحترم نحترم كلام. أنا أختم يا جماعة زي ما قال عمنا، قال لي أختم الكلام بكلمة واحدة ولا كلمتين. كلمة واحدة يا جماعة، إنه الكلام ده حق، والعقائد دي موجودة موجودة. الناس اللي بيقولوا الكلام ده محمد عثمان المرغني سوداني، وده كتاب البرعي سوداني، فإذا العقائد دي موجودة خلاص. فنحن الحمد لله جاوبنا عليها وردينا عليها، لأنه ربنا بيسألنا. ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أكمل الآية كلام ربنا بس، من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الله قال البكتم الحق أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم لحسن الاستماع، ونحن شاكرين لكم جدا جدا. بارك الله فيكم. انت شاك في الناس ديل فيك شاكون؟ جاوبنا على الحته دي يا عم. يا اخي الناس ديل ما في كلامك القط ده، كلامك القط ده لا يا اخي سير كده. والله الناس ديل اوعى اوعى ناس. انت تعالوا اذا قاعدين ديل اوعى ناس. نعم صحيح صحيح. صحيح صحيح. نحن تكلمنا عن العقائد دي موجوده. لو في زول الكلام ده بيتعارض مع مصالحه مصالحه، احنا ما عندنا مصالح، عندنا دين ربنا سبحانه وتعالى بس. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.